وبشأن زيارة الكاظمي إلى واشنطن وبدء الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين الحكومتين، ينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية عبد الوهاب القصاب. أهلا ومرحبا بك. أهلا بك أستاذ عبد الوهاب، بدأ الكاظمي الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي في واشنطن بعد أن وصل أمس إليها، كيف ترون الأجواء التي تعقد فيها هذه المباحثات سواء في العراق أو أمريكا وتأثيرها على النتائج المنتظرة منها؟ تحياتي لك ولضيوفك وللسادة المشاهدين. حياك الله. الأجواء في العراق واضح، هنالك انقسام واضح في العراق، نعم، يعني حيال النظرة للعلاقة المستقبلية مع الولايات المتحدة. هنالك قطاعات تود أن تبقى الولايات المتحدة بقوة بالعراق، انطلاقا من أن الولايات المتحدة هي التي ورطت العراق بهذا الوضع، ولذلك عليها أن تساعد في حسم هذا المسار وإعادة العراق إلى مساره الطبيعي. وهنالك قوى لا تريد أن ترى الولايات المتحدة في العراق، ذلك لأنها تنفذ أجندة أجنبية، يعني هذه الأجندة ليست أجندة وطنية عراقية، ترفض الوجود الأجنبي فقط لأنه وجود احتلالي مثلا، ولكنها ترفض الوجود الأمريكي لأنه وجود يؤثر على الأب الروحي لهذه القوى التي هي إيران. لعل أهم النقاط الموضوعة على أجندة اللقاء هي نفوذ الميليشيات في العراق، ما أفق نجاح مصطفى الكاظمي في الحد من نفوذ هذه الميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة؟ يعني واقع الحال يقول بأن علينا، هنالك مجموعة حقائق علينا أن نضعها أمامنا ونحن يعني على الطاولة. الحقيقة الأولى أن إيران لم تعد بتلك القوة التي كانت فيها قبل عام أو عامين. إيران كبلد، ككيان، كنظام حكم، كقدرات، كإمكانيات قد استنزفت اقتصاديا إلى حد الذي أضحت على وشك السقوط. هذه حقيقة، والذي ينظر إلى قيمة العملة الإيرانية وكيف يعيش المواطن الإيراني على هذه العملة التي انهارت قيمتها، يعني يصل إلى نفس القناعة، يعني لا نحتاج إلى محلل اقتصادي حصيف لكي يصل إلى هذه الحالة. يعني هل تتوقعون أن مصطفى الكاظمي قادر على كبح جماح الميليشيات المنفلتة في العراق والسيطرة على السلاح؟ سأحاول أن أجيبك على هذا السؤال بعد أن أحدد الملمح الثاني من الصورة. الملمح الثاني من الصورة أن هذه الميليشيات صحيح أنها تربت إيرانيا، صحيح أنها تستلم أوامرها من إيران، صحيح أنها تستخدم كوسيلة ضغط إيرانية على صانع القرار العراقي، لكن من ناحية أخرى أن هذه الميليشيات قد شكلت في نفسها شبكة مصالح فسادية عالية المستوى، ولذلك فإن هذه الميليشيات تقاتل في الشارع لهدفين: الهدف الأول إرضاء الولي الفقيه ولي أمرها، والهدف الثاني هو إرضاء نفسها. عندما يتقاطع الهدفان وتجد أن بإمكانها أن تقاتل لنفسها ستقاتل لنفسها. نأتي إلى كيف يمكن للكاظمي أن يكبح جماح هذه الميليشيات. الصعوبة تكمن هنا، لأنه ليس هنالك قوات مسلحة عراقية مجهزة مدربة ذات تعليمات اشتباك واضحة، ذات عقيدة عسكرية حقيقية واضحة بإمكانها أن تقوم بمهمة مقاتلة هذه الميليشيات. مقاتلة هذه الميليشيات حقيقة، يعني لأن القوات المسلحة يعني مخترقة بالكامل، وأول دلائل اختراق القوات المسلحة أن ما يسمى بهيئة الحشد الشعبي هي هيئة نظريا تابعة إلى القوات المسلحة. لذلك هنا تكمن مشكلة رئيسية. طيب. من عملية تصادم الولاءات. طيب. قبل فترة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الوجود العسكري الأمريكي في العراق هو أسوأ خطأ في تاريخ بلاده، كيف تقرؤون هذا التصريح وإلى أي مدى سيرفع عبء كبير عن عاتق الكاظمي المطالب هو بتحجيم دور الميليشيات؟ الحقيقة يعني أيضا عندما نقرأ الصورة بأبعادها، الرئيس الأمريكي هو كان مناهضا للغزو العسكري الأمريكي للعراق منذ الأول، لديه كتاب أو كتابين يشير إلى أن هذه عملية خاسرة وأن
يعني الولايات المتحدة عندما هاجمت العراق وقضت على نظام الحكم الوطني الموجود فيه، هذا توصيفي أنا، نظام الحكم الوطني الموجود فيه قد أزالت يعني سدا منيعا كان يقف بوجه تطلعات إيران في المنطقة في المشرق العربي، وهذه حقيقة أكد هذا في حملته الانتخابية لدورة الرئاسة الأولى، وأكد بأنه لم يكن موافقا على الغزو ولم يكن موافقا على وجود القوات العسكرية الأمريكية في العراق. هذا واحد. موضوع ثاني، واحدة من أجندات الرئيس الأمريكي ترامب هو سحب تورط الولايات المتحدة في أي نزاعات خارج حدود الولايات المتحدة، ولذلك نراه قد عمل بلا هوادة لكي يقلل ويحجم الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان، وعقدت حتى مع طالبان التي هي هجمت من قبل القوات الأمريكية واحتلت أفغانستان تبعا لذلك بوساطة قطرية واضحة، وتم توقيع الاتفاق، وهو أعلن اليوم في المؤتمر الصحفي بأن القوات الأمريكية الآن بحدود 4000 وفي سبيلها إلى أن يعني تقل شيئا بعد شيء. نعم. بالمقابل معهد هاتسون الأمريكي في تقرير له عن الوضع الاقتصادي في العراق يقول أنه لا أحد يرغب في الاستثمار في العراق نتيجة الميليشيات، ما الدور الذي يمكن أن يلعبه مصطفى الكاظمي في هذه المعضلة؟ مصطفى الكاظمي يعني قدم تطمينات كبيرة يعني في المؤتمر الصحفي وأكيد في مناقشات الحوار الاستراتيجي بأن العراق يرحب بالاستثمارات الأجنبية، لكن كما تفضلت وقلت ما لم يتم السيطرة على الشارع العراقي ويعاد الأمن للمواطن العراقي أولا ولضيوف العراق القادمين للاستثمار ليست هنالك آفاق، برغم أنه كانت هنالك تمت اتفاقيات كثيرة تم عقدها اليوم وأمس في الولايات المتحدة بين العراق والولايات المتحدة في قطاعات الطاقة بشكل رئيسي وفي قطاعات السايبر الحرب الإلكترونية عفوا الحكومة الإلكترونية وفي قطاعات كثيرة أخرى، يعني هنالك اعتمادية يعني كما وضح من عرض الكاظمي على ووفده على السلطات الأمريكية التي كانت تفاوضه أن هنالك حاجة عراقية حقيقية لمعونات أمريكية بهذا الاتجاه. لكن أنا أقول أن يعني ما لم يتم السيطرة على الساحة العراقية بشكل جيد من قبل الحكومة وأن تهيمن القوات الأمنية العراقية على العراق بحدوده الإقليمية المعترف بها وتفرض السيادة العراقية عليها، ليس هنالك من أمل بأي نجاح، لأن هؤلاء أكيد سوف يتدخلون أما لطلب الرشوات والأتاوات وأما لإجهاض المشروع إرضاء للسيد الإيراني الذي لا يود أن يرى كهرباء عراقيا في العراق ولا من الجوار العربي، يود أن يبقى يبتز العراق ببيع الكهرباء بثلاثة أضعاف سعره. طيب. هنالك تريليونات من مليارات من الدولارات هي الميزان التجاري لصالح إيران. طيب. ولذلك دمرت الزراعة العراقية. كل هذه الأمور يعني تجعل أي اتفاقيات يعقدها الكاظمي هنا تبقى معلقة. طيب. برأيكم دكتور الشرط الأساس الذي هو كبح جماح الميليشيات في الشارع. برأيكم هل تراهن الولايات المتحدة الأمريكية على الرجل الصحيح سواء من حيث المهام أو التوقيت؟ يعني واضح بأن العملية السياسية العرجاء التي خلقتها الولايات المتحدة لغزوها للعراق لم تنجح في أن تنتج رجل دولة حقيقي، يعني منذ تولى إبراهيم الجعفري مثلا ثم المالكي ثم حيدر العبادي ثم هذا الرجل، هذا رجل أتي به للتسوية، يعني رجل تسويات، ورجل تسويات لأن الأحزاب السياسية التابعة لإيران أو الموالية لإيران والميليشيات وهم يفتخرون أن يقولون بأنهم هم الولائيون، هؤلاء منقسمون على ذاتهم لأسباب أنانية حقيقة، ولم يتمكنوا من تسمية من يمكن أن يمثلهم حقيقة في هذه التشكيلة الحكومية العرجاء. نعم. إذا ما قمنا لذلك الرفض الكبير للشارع العراقي المتمثل
بالمتظاهرين، نرى بأن هذا الرجل هو رجل تسويات أتي به لكي ينفذ أجندة معينة. الأجندة نعم الحقيقة واضح أبعادها ومراميها: إجراء انتخابات بعد سنة من توليه، محاولة وضع السلاح بيد الدولة، وأظن أنه لحد الآن هو فشلا ذريعا. هو ربما نجح في تغيير بعض القيادات الأمنية، وإجراء الذي اتخذه أمس قبل أن يغادر بإزاحة مدير شرطة البصرة المتهم ب يعني نعم 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 تفاقم الوضع، واحدة من الأمور التي يشار إليها. لكن نعم أنا أشعر بأنه ليس لديه القدرة الكاملة لكي ينازل الميليشيات ما لم يكن له إسناد جدي نعم ودعم قوي من قوى خارجية. زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية دكتور عبد الوهاب القصاب، كنت معنا عبر سكايب من واشنطن، شكرا جزيلا لك.